طيب نعدي برضو على زيارة أردوغان للمنطقة. منطقة هو في زيارة للسعودية والقطر والإمارات. هذه الزيارة برضو زيارة مهمة جدا. نعلم أن العلاقات بين تركيا وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت سيئة جدا، ومع قطر أيضا، وشفنا أن الأمور بعد قمة العلا المعروفة في السعودية الأمور تغيرت، العلاقات استعيدت بالكامل، وآخرها كانت مع مصر، وتم الإعلان عن أسماء السفراء. هذه الجولة جولة مهمة، هي جت بعد فوز الرئيس التركي بفترة رئاسة جديدة في الشهر الماضي. المؤشرات بتاعتها الراجل رايح وبيقول بوضوح جدا هي قمة البحث عن الاستقرار والاستثمار. تركيا باختصار شديد جدا عندها أزمة اقتصادية صعبة، تتمنى من دول الخليج ان يبقى في استثمارات خليجية في تركيا وتبادل تجاري. هي بتقول ان الميزان التجاري مع دول الخليج كان 1.5 مليار دولار من 20 سنة، دلوقتي قفز الى 22 مليار. الاستثمارات التركية فقط في السعودية 25 مليار دولار، كتيرة برضه طبعا. وبيقولوا ان احنا الشركات بتاعتنا قادرة على تقديم شغل كويس في الخليج. العملة الليرة التركية شهدت تراجع مخيف في ال3 سنين اللي فاتوا، الدولار كان يساوي 4.5 ليرة الآن وصل تجاوز ال30، زي حالتنا يعني، زي مصر وأصعب. لا لا يعني مصر ما مش بالنسبة دي، النسبة في تركيا هم كمان المفروض اقتصادهم كان أكتر استقرارا مننا. لا هو اقتصاد بتكلم هنا على العملة، هو اقتصاده أعلى طبعاً كتير، هو بيصدر وعنده صادرات وعنده اقتصاد قوي وعنده حرية حركة جيدة، قدر يستفيد من الأزمات الدولية. ظني إن هو من أزمة الهجرة استفاد مساعدات من الأوروبيين، كان بيعاملهم بالرأس، أي رأس تمنعها هاخد تمن ليها. العلاقة مع تركيا، العلاقة بين روسيا وأوكرانيا، هم عضو في حلف الأطلنطي، استفادوا من، كان في قصة مهمة بالمناسبة، الصحافة الغربية قالت إنه مقابل موافقة تركيا على انضمام السويد أن تركيا حصلت على أموال من صندوق النقد. تركيا طلعت نفت وقالت ده مش صحيح ومش دقيق، لكن في كلام بيتقال على ده. استفادوا من الاتفاق، هم اللي عملوا اتفاق الحبوب بين روسيا وتركيا اللي هو أوقف امبارح، الروس وقفوا تمديده إلى أن توافق الدول الغربية على رفع الحصار عن الأسمدة وال حبوب الروسية إلى الدول الأخرى، ونظام سويفت البنك يرجع كما هو. فبالتالي كان في حرية حركة للأتراك، قدروا يحققوا فيها مكاسب كثيرة في الفترة الماضية. في كل الأحوال العلاقة التركية جيدة مع الدول العربية، القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، القائمة على الاحترام المتبادل، قائمة على العلاقات والمصالح، هي دي اللي في صالح الطرفين بالظبط. هذا شغل السياسة طبعا في الأول وفي الآخر. بالظبط. بشكرك جدا يا أستاذ أحمد.